السلام عليكم أينما كنتم مشاهدي برنامج كورة، مستمعينا في كل مكان. أمسية رياضية جديدة، البداية نقدم التعازي إلى الوسط الرياضي بفقد الكابتن خالد رشق نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس نادي المجد الذي وافته المنية اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والبداية نلاحظ أبرز ردود الأفعال بهذا الرحيل، أفعال الوسط الرياضي من رسائل الفيسبوك. والرسالة الأولى: الزميل هشام سلمان: بمزيد من الحزن والأسى تلقيت قبل قليل نبأ وفاة الصديق العزيز خالد رشق النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم الأحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسالة الأخرى: الزميل عمار ساطع: الأستاذ خالد رشق يرحل إلى جوار ربه بعد صراع مع المرض، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، كنت خير مجتهد في إيصال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة العراقية إلى أفضل المواقع في المشاركات الخارجية. الرسالة الأخرى: الزميل علي رياح: لروحك العذبة السمحاء الرحمة والمغفرة يا صديقي الغالي خالد رشق نائب رئيس اللجنة البارالمبية العراقية في ذمة الخلود، طيب الله ثراه. ونتابع معكم مشاهدي برنامج كورة جدول نتائج الجولة السابعة وترتيب فرق الدوري. الطلبة يهزم نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي بثلاثية مقابل هدفين. نشاهد. لمصحة القائد حسام مالك، حسام يرسل كرة للأمام، بروس جول، جول أول لمصحة نفط البصرة، فرسان الجنوب يتقدمون بهدف الأول عن طريق النيجيري، عن طريق بابا موسى يسجل. محاولة عرضية خطيرة، جول جول، ردة الفعل السريعة عن طريق كولاريك، مرتضى علي يسجل هدف في التعادل. اليسار خطيرة، تسويبة عرضية، جول جول جول، زياد أحمد للأنيق يسجل الهدف الثاني. سيبة تمريرة خطيرة، ستيفن جول، ستيفن جول، جول جول. هذا الموسم يتقدم أحمد، أوه هدف لمصحة نفط البصرة مع هذا الهدف. ولحساب الجولة السابعة أيضا القوة الجوية تغلب على أمانة بغداد بثنائية مقابل هدف واحد. نتابع. محاولة حمادي، حمادي كرة خطرة خطرة خطرة، كرة خطرة، حسين جبار القوة الجوية، السطور السطور، والهدف الأول أزر فريقها حتى الرمق الأخير، كرة ملعوبة خطرة، جول، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق النيجيري،
عن طريق النيجيري بنيامين أكور. حسين جبار يلعب كرة عالية، ميتم جاب كرة خطرة، الله الله الله، جول! هي 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 إبراهيم بايش، إبراهيم بايش الهدف الثاني في الوقت القاتل، إبراهيم بايش في الوقت القاتل، إبراهيم بايش. المنتخب الأولمبي يخطف بطاقة التأهل الآسيوي بفوزه على نظيره البحريني بثلاثية نظيفة. نشاهد أهداف المباراة والاحتفال بالفوز. كفي أوزبكستان، هدف إذن أول، هدف أول إذن بمهارة فردية عالية لهذا اللاعب العراقي البعيد عن الرقابة حسن عبد الكريم، لاعب نادي الكرخ العراقي، يسجل إذن الهدف الأول. هنا إلى منتظر، منتظر 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 يسدد ويسجل الهدف الثاني، ولكن من الزاوية الأخرى. شوف الاعتماد بكل تأكيد على المهارات الفردية الحاضرة للاعبين والتسديدات من خارج منطقة الجزاء. الأمور تغيرت، الأمور عما كانت عليه في شوط اللقاء الأول الذي كان أكثر إثارة وندية وفرص، وهنا هدف عراقي ثالث، هدف عراقي ثالث إذن في هذه اللحظات عبر اللاعب البديل صهيب رعد، يسجل بعد هذه الكرة العرضية التي كانت حاضرة من اللاعب حسين. اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي الكابتن بهاء كاظم يؤكد في تصريح خاص لبرنامج كورة بأن الاتحاد الجديد لا يتعامل باحترام مع النجوم. نتابع اللي موجود. أنا اللي شفته لحد لا من بدء من استلم الاتحاد لحد هاللحظة هاي ماكو شيء جديد، كله العكس. لا قبل كان المنتخب العراقي ينافس، منتخب العراقي مستوى عالي جدا، انضباط بي يعني قليل تلقى انه ماكو انضباط. هسه صار تسيب اللاعب العراقي، صار هواي امور بي انه على مستوى المنتخبات. لاعب المنتخب الوطني، المدرب يجب احترامه بالاتحاد، يجب احترامه بكل مكان يعني عام. ما وجدت الاحترام بهذا المكان، ما احترامات لهم يعني. اللي يعطيك كلام خاطئ هذا مو محترم يعني. لازم يحترم. شنو صار لي 20 يوم انا داوم هنا من الصبح لليل على شنو توقيع واحد ما اعرف منه الواقعه؟ ما يصير. وين لجانكم؟ وين 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 التغيير نقول عليه؟ احنا لازم يكون حل. اشياء غريبه عجيبه غريبه. زين احنا وين التخطيط؟ وين الاداره؟ شو سابقا كنا نقول نخطط 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 بس يطلعون دول. شو طلعوا دول الناس؟ ماكو. اساني انا احكي هذا الكلام هذا راح اتحاسب عليه، انا متاكد. انا راح اتحارب عليه مو اتحاسب عليه. تحيه اخرى مشاهدينا الاكارم، ضيف حلقه كوره هذا المساء الكابتن هيثم كاظم مشرف فريق القوه الجويه وعضو الهيئه الاداريه. مرحبا بك كابتن، حياكم الله. حبيبي استاذ علي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. الشرطه والقوه الجويه في صداره الدوري بعد هذه الجوله وبعد فوزكم على امانه بغداد، رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك طبعا لجماهير نادي القوة الجوية الفوز السادس المتتالي. طبعا اكيد جهود جبارة من إدارة وجمهور وقادة تدريب ولاعبين للمنافسة على الدوري. مثل ما تعرف انت القوة الجوية هو العام بطل الدوري وكاس، المحافظة صعبة. الحمد لله انه قدرنا انه استقطابات مهمة وجيدة قدرنا انه يمشي الفريق، والحمد لله انتصارات متتالية. أكيد الشرطة فريق منافس ونادي منافس، استقطب لاعبين، نافسنا على استقطاب بعض اللاعبين،
طموحه اكيد هو طموح مشروع انه ينافس على الدوري، وهذا حق مشروع كل الفرق كان الشرطه والزوراء والطلبه. الجميل انه الجوله القادمه مباراتكم مع الشرطه لحسم الصداره، اما تكون زرقاء او خضراء. اكيد طبعا ديربي مهم وقوي بين الدية، الفريق الاقوى داخل المستطيل الاخضر الناضج اكثر، اللاعبين جيدين، الفكرة عالية، اكيد هم راح يحققون الثلاث نقاط. فريقنا جاهز ان شاء الله، ووتيرة المستوى دا يتصاعد والحمد لله اهدافه تتصاعد، راح نكون جاهزين لهذه المباراة. هذه مباراة مهمة بالنسبة لنا. طيب كإدارة او كمختصين بكرة القدم راضين عن اداء القوة الجوية خلال 7 جولات كابتن؟ بالتأكيد، بعيدا عن النتائج. بالتأكيد مستوى جيد جدا، فريق دا يلعب كرة قدم يعني جيدة ممتازة، دا ينتقل من خط الدفاع للخط الهجوم والمناولات، وكثير من تفاصيل الكادر ينطيها للتشكيل والتكتيك العام والخاص والفردي للاعب. اكيد بعض يطبق بعض ما يطبق، لكن المستوى جيد جدا وممتاز. اكيد الانتصار هو صح، اكو عندنا بعض يعني الهفوات لازم نتلافاها في المباراة، كل مباراة لازم صح اخطاء، ماكو فريق ما بيه اخطاء، كرة قدم هي أم الأخطاء. لازم نصحح مباراة الشرطة، فريق الشرطة فريق ينافس فريق قوي، أكيد إحنا إن شاء الله نكون الأقوى بعد كون ندية في هذه المباراة. الأجواء داخل القوة الجوية إدارياً فنياً مستقرة؟ إدارياً الحمد لله مستقرة. تحس الظروف مهيئة للإنجاز أو للمحافظة على اللقب؟ حقيقة إحنا القوة الجوية أكو يعني أصير بيها ضغوطات يعني، هو بس من الجمهور حسب نتائج الفريق و تعثرات الفريق او اخفاق الفريق. الحمد لله هالموسم احنا يعني 6 انتصارات مع تعادل 1 مع الميناء في ملعبهم، اعتقد نتائج جيده جدا وممتازه بدايه الفريق. نحتاج دعم من الجمهور، دعم للكادر، كذلك دعم للاعبين، اكيد هو موجود يعني حضر الجمهور بكثافه افضل من المباراه السابقه. راح نشوف يعني الجمهور راح اكيد راح يدعم الفريق، لان هذا فريقه مهما يكون اللاعبين والكادر التدريبي هم كونوا داعمين لناديهم. نتمنى انه حضور جماهيري غفير يكون لدعم هذا الفريق، الفريق ممتاز وجيد جدا، بنينا فريق قوي، اكثر من 26 لاعب هم منافسين، يعني حتى مدرب يعني من باعه دكه الاحتياط الجالس افضل من اللي يلعب، فدائما يصير عندنا اصابات حرمان، طبعا الفريق ما يتاثر بكل لاعب لان اللاعبين كلهم ممتازين وجيدين. طبعا نقطه حزب الاداره اكيد انه استقطاب اللاعبين مع الكادر التدريبي، والحمد لله والشكر ان شاء الله راح تكون مباراه ان شاء الله قويه ونديه تكون بين الفريقين. اعتقد القوة الجوية جاهزه لهذه المباراه. طيب متابع مجله كوره وماذا جاء في المانشيت الاول؟ رشا طالب بين خيارين، اتحاد الكرة أم القوة الجوية؟ بالنسبة للدكتورة رشا أكيد طبعاً الموضوع صار قبل الانتخابات، حقيقة إذا تنسحب يعني من الانتخابات ما رادت تدخل الانتخابات، ظروف صعبة يمر بها النادي وإدارة النادي، يعني يقل العدد بعد خروج كابتن سمير كاظم وحماد أحمد من الإدارة، بقوا الإدارة يعني 7 أشخاص، خروج الدكتور رشا كان يكون صعب، فذهبت أنا وياها للاتحاد يعني بتوجيه يعني رئيس النادي وإدارة النادي، فأعطونا بعض العهود للأستاذ يعني أنه إياد بنيان و عهود عن ماذا؟ أنه راح يبعثون كتاب للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي أنه استثناء بما أنه هي كوتا نسوية تعمل بمجالين يعني نادي القوة الجوية واتحاد العراق كرة القدم، وقالوا إن شاء الله هذا الكتاب راح ندزه وإن شاء الله يجي بيه قرار، وبعد الانتخابات أنه إذا القرار أوكي تم الموافقة عليه تعمل بالمجالين بالمجالين، وإذا تم الرفض أنت أكيد أنت تحتاجين استقالة من النادي، يعني القرار يبقى بيدك أنت كعضو الاتحاد. فقلنا أنا أوكي، اتفقنا على قرار ورجعنا بعد الانتخابات أنه بقت هي الدكتورة. اجى القرار من الاتحاد الآسيوي؟ ما داز، هم اعطيناهم كتاب دزوه أو ما دزوه بعد، فالدكتورة قالت يعني صار بهم يعني كلام وحديث أنه كيف أنا تم الاتفاق مبدئيا أنه راح نبعث كتاب
فصارت عرقلة بهذا الموضوع. أنا أريد قرار نهائي. رشا طالب. القرار النهائي. إذا طلعت من الجوية حتى المشاهد يعرف. القرار النهائي. الإدارة تفلش. تعليق عضويته في الاتحاد العراقي كرة القدم. أها. ومستمرة مع نادي القوة الجوية. قرار نهائي. قرار نهائي. إذا هذا الخبر، رشا طالب تعلق عضويتها من اتحاد كرة القدم. ليش رشحت لعب؟ شرحت لك الحالة. شرحت لي الحالة بس بداية. كان هذا الكلام ما مضمون. شوف البداية ما رشحوا القوة الجوية أخذت مكان غيرها هسه هي بالاتحاد. لا هي ما كان إذا منافس طبعا بالاتحاد. سنجيب كوتا ماكو نساء رياضيات بالعراق. ماكو منافس كان لها، يعني قلت لك كان إرادة تنسحب وصار بيها ضغوطات وتليفونات اتصالات أنه خد تدخل وإحنا نحصل. هي رغبتها وين؟ بصراحة أنا أعرف عليها ضغوط من القائد من قبلكم، لأنه إذا طلعتي من الجوية يعني لا الإدارة صدق لازم صدق دكتورة شهية طبعاً تحب نادي القوة، لأن يعني هذا اللي صار أكثر ممكن من 10 سنوات طبعاً بإدارة نادي القوة الجوية، وعنصر فعال بالنادي يعني وعنصر مهم دكتورة شهية في مسيرة النادي، وحققنا إنجازات يعني كنا سوا، وكنت أنا كنت لاعب هي مع النادي، إدارة النادي حققت الإنجازات مع الإدارة السابقة، وكذلك حالياً إنجازات مع إدارة الحالية. عنصر فعال أكيد، هي قرار لها وهي اتخذت قرار إنه وين رغبتها مع نادي القوة الجوية، يقول إنه كيف أنا أعوف القوة الجوية بهالظروف الصعبة يعني قلة عدد الإدارة، فهي ما يعني تحسب بهذه الطريقة. من تقول لي رشا طالب فضلت القوة الجوية على الاتحاد، ما معناه إنه العمل بإدارة القوة الجوية أفضل من العمل بالاتحاد؟ أكيد أي نعم. وفقا لشنو؟ أكيد يعني أكو سلاسة، أكو عمل، أكو تجانس بالأداء، بالعمل، بالرؤى، بالطروحة، يعني رئيس النادي هي إذا قائد الفريق شاب جاهد يعني ياخذ رأي الإدارة، قرار بالإجماع، كثير من أمور يعني يعني هسه هيثم كاظم اللي قاعد قبالي يقولوا له عضو اتحاد لو عضو إدارة بالقوة الجوية، حاليا القوة الجوية والاتحاد حد ذاته هو اتحاد. مثلت القوة الجوية يعتبر مثل منتخب كابتن. القوة الجوية هو اتحاد. أكيد يعني أكيد اتحاد مصغر. طيب رشا طالب مستمرة مع القوة الجوية لحفاظ بقاء الإدارة. هيك نقدر نقول؟ أكيد. بدون يعني رشا طالب ماكو إدارة. وفاء من دكتور رشا لإدارة النادي. زين سووا حل تكميلية في التفاصيل أخرى، يعني ما معقول إنه أي عضو هي إدارية لا سامح الله، الله يطول عمركم كلكم إذا واحد ما ترحل لها الإدارية. أكيد إحنا شوف النادي قلت سووا حل كابتن. النادي صح فاضل علينا كله إحنا. زين. نادي يعني انطانا كل شيء، اكيد احنا قدمنا ما قدمنا للكره العراقيه وللنادي، النادي هم صاحب فضل علينا لازم نوقف له كل الظروف. طيب المانشيت الثاني، النقيب الاسيوي بلا ملعب. حقيقه موضوع الملعب موضوع طويل، يعني احنا وقعنا مع شركة واتفقنا وهيئنا كل الأجواء والاتفاقات والأمور مع الشركة، لكن صدمنا يعني بحائط عرضي، يعني قوانين السابقة، قوانين تعمل بها الدولة 86 يعني نظام البائد، فلزمنا انه الملعب ينصدم بنصب الشهيد، كيف نبني ملعب اعلى من نصب الشهيد؟ هذا قانون ما نقدر نتجاوزه، يعني كلام امين بغداد اكيد، ولبينا له دعوه باحتفاليه طبعا، ودعينا وسائل الاعلام بالتصاميم وشاهدوا كيف تحفه الملعب والمول التجاري الرياضي والجراج، فصارت نقاشات صار سنين، نص الجراج علل هذا المول، نزل الملعب والسنتين وتناقش فيها من بغداد، اوكي هسه اسبوع الاخ ناقشها اللجنه العليا، فوصلنا لباب مسدود يعني. طلعت الامينه واجى امين جديد، صار ثلاث سنوات تناقش على موضوع الملعب ما يوافقون يعني. عدنان درجال تعهد بحل هذه، دخلنا كابتن عدنان بالموضوع، اتصل بالامين رئيس الهيئه، اتصل بالامين، كلفنا يعني قلت لك يعني ما اعرف يعني شنو السبب انه منع نادينا انه يبني لنا ملعب، انه موافقات هي لا اكثر ولا اقل، يعني هو ملعب يتسع الى 15000 متفرج ومول تجاري يستفاد به النادي ماديا، وكذلك غراج بالمول وقاعه رياضيه وملاعب
ملعب تنس واضح عندي هذا الكلام. احنا صار سنتين نتحدث بهذا الموضوع تتذكر كان يعني السبب مو الحل لا يم الاداره وصلنا لطريق مسدود مع الامانه هذا الخطه البديله شنو اللي وضعتها الاداره الخطه البديله هذا موضوع انتهى موضوع الملعب صار صعب جدا يعني ما يصير الخطه البديله الخطة. اتفقنا مع شركه جديده انا يعني او اتفاق جديد خلال ايام ان شاء الله انه نبني ملعب يعني 10,000 متفرج مع ملعب تدريب مع قاعه رياضيه وبعض التفاصيل المهمة بها واردات للنادي يعني إدارة النادي وللنادي هم راح ننتظر 10 سنوات لا يعني؟ إن شاء الله هاي الموافقات هي إحنا ضمن الملعب من يعارضنا يعني لا علو ولا نصب الشريك قطعة مع النادي مخصصة للنادي أغراض رياضية من يمانعنا إدارة ضمن الملعب ما حد يمانعنا ما له حق واحد يمانعنا كانت في قطعة باسمكم ونبنت ملعب وما راح يصير للجوي يا قطعة مع الحبيبي حبيبي وزارة مو باسم القوة الجوية؟ اي نعم وزارة الدفاع قيادة القوة الجوية مخصصة لأغراض نادي القوة الجوية راح الملعب؟ لا ما راح الملعب يا ملعب المرة المن راح يكون ملعب المدينة؟ ملعب أكيد ملعب المدينة يختلف هاي مو مالتنا ملعب المدينة مو مالتنا تقصد على أرض الحبيبية مال نادي القوة الجوية بس برضه مال ملعب المدينة مو لنا بس احنا قدمنا من العام كتاب رسمي انه يكون ملعب القوة ملعب نادي القوة الجوي هو ملعب المدينة. لمن قدمته؟ قدمته لوزارة الشباب. يعني وافقت. وافقت الوزارة زمن عبطان ودزينا كتاب. وزير الجو بعد عبطان. إيه وافق. أيضا وافقوا. نعم وافقوا. أحمد رياض وعود رجال. نعم نعم وافقوا على أنه ملعب المدينة يكون يحتضن نادي القوة الجوي. ممتاز يعني في حال افتتاح ملعب المدينة سيكون للقوة الجوي لحين اكتمال ملعبكم. إيه نعم. هذا الخبر النهائي. إيه نعم صارت بموافقة من. مع الوزير ممتاز الشركة الصينية والتعاقد القديم بالمول والتفاصيل ألغيت تماما حتى نعم. أخذ عناوين نهائية أكيد مو ألغي يعني إحنا كإدارة نادي أو مو الشركة مو من يمكن من الأمانة والقوانين من الأمانة من القوانين رحتوا لخطة بديلة راح تبنون ملعب 10,000 متفرج وملحقاته ملاعب أكيد. تدريب أكيد نعم على نفس الأرض نفس الأرض شو وقت المباشرة إن شاء الله خلال أيام 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 إن شاء الله تباشرون إن شاء الله طيب المانشيت الآخر محترف نادي الشرطة المواس لا يهمني الجوية أو أي فريق آخر وهدفي حصد اللقب هاي صفنت هاي على نفسه عندنا أبطال خط الدفاع وخط الوسط أكيد هو شخص يتباهى بنفسه يقول لي يهمني الجوية أن المستطيل الأخضر هو يقول تبين أجدادنا يقول رجالي بين بلعبه الميدان يا حميدان يا حميدان داخل الملعب تصريحات على بغداد واحترامات للفرق على فرق الأقل مستوى وأقل لاعبين مستوى القوة الجوية القوة الجوية بطل دوري وكاس وقادم بقوة إن شاء الله ما يختلف اثنين على هذه المعلومات لكن المواس لاعب خطير من أفضل المحترفين دورينا تابعي أكيد مراقبين احنا لاعب جيد والشرطة بصراحة هذا الموسم يبدو أنه ناوي على الدوري كابتن ما أعتقد ما تعتقد لا ما أعتقد شون أكو هاي مواضيع يعني من ضمنها دكة بدلائهم ضعيفة جدا رادة استمرارية يعني الدوري رادة استمرارية باللعب أكثر من 25 لاعب لازم يكونوا مجيدين واحد أحسن من الآخر يعني مواسطة تعور انصاب لعبة يعني هم عندهم لاعبين مؤثرين فقط ما عندهم أكثر يعني منو منو يعني محمد والمواس يعني جيد المواس لاعب جيد يعني مو ممتاز عايشين أيوة دكتور عدير ربعي يقول يريد محترفين خلي يجي يتعلم من الشرطة لا وين كانوا ما جابوا العام لعب أول عام جزء لعبتين يطلع شلون هذول جابوهم قبل العام جابوا 3 لاعبين 4 لعبات وإنه 2 انهزموا دورون عليهم بالسفارة ماكو بس لعبوا 4 لعبات هاي تصريحه هو دكتور عدي اي والله يرفض سويت بيوم بالتعاقدات خليتهم على ما ينامون بالليل ما ينامون والله العظيم شلون هم فلتوا 2 من يمي من اخذوهم ما اقول بيهم خليهم بقيه التفاصيل شلون صارت جوله التعاقدات تعاقدات كر وفر انت تريد لاعب الانديه تريده الحمد لله شلون نجحنا بالتعاقدات ان شاء الله يوفق الجميع احنا المستطيل الاخضر هو اللي ان شاء الله يبين عندنا لاعبين ممتازين واتمنى له التوفيق طيب انتم شنو طموحكم كقوه جويه هذا الفريق اداره
شوف حقيقه تفاصيل شنو طموحكم؟ احنا طموحنا حقيقه بنينا مو بس دوري وكاس حقيقه احكي لك صراحه بنينا هذا الفريق لاخفاق بالبطوله الاسيويه الاسيويه ما حققنا شيء فبنينا فريق قوي حتى نظهر مستوى افضل ما ظهرنا به الموسم السابق يعني نريد نوصل الى مرحله افضل يعني دور الثمانيه دور الاربعه فجمعنا فريق قوي يحتاج لنا شويه بعد اكثر تماسك يعني افهم من كلامك هذا الفريق عديته للبطوله الاسيويه اي نعم نعم مو فقط دوري لا اكيد مو فقط دوري وكاس وشفت العناصر الموجوده يعني غايب مثلا عندنا كرار نبيل لاعب مهم بالفريق صار له 6 لعبات 7 لعبات وغايب عن الفريق عندنا طمنا عن كرار ان شاء الله خلال 5 أيام أو 6 أيام يدخل مع الفريق راح يعود شنو اصابته؟ عند بالمفصل الركبه يعني اصابه طفيفه وصار له يعالج بها علاج طبيعي صحه وعافيه ان شاء الله عندنا مثلا لؤي العاني كذلك لؤي راح نتحدث به في وقت اخر شاشه كوره وماذا جاء فيها؟ احنا معتزين وملتزمين بهذا الكادر التدريبي ومتمسكين به ان شاء الله يبقى ويانا بالموسم القادم باذن الله. اذا ايوب والكادر المساعد باقي مع القوة الجوية ان شاء الله ان شاء الله. نعم. الادارة صرحت في حلقة التتويج عن استمرار الكادر التدريبي للموسم المقبل، ما الذي حصل كابتن؟ موضوع كابتن ايوب طبعا اكيد صار به كثير من الكلام والتصريحات. الرجل هو وضعه الصحي كان مو تمام وتقاريره كان عنده مشكله يعني القلب مالته وفي عينه. فقال عني انه لازم ادخل فحص عرض نفسه اخصائيين داخل بغداد فانطوا تقرير انه قال له انت لازم تراجع اطباء يعني خارج البلد وقال انا لازم عندي رحله علاجيه. اشوف تقرير الطبي الخاص يعني هو صديقه عنده بالسويد فقال اعطيكم الجواب يعني ابقى او اطلع خلال اسبوع فرئيس الهيئه الاداريه قال لا لك اسبوعين مو اسبوعين ثلاثه شهر انطينا قرار ممتاز حتى نعرف انه يعني انتم راغبين ببقاء اكيد احنا تمسكنا والقرار لايوب قلنا له تعال وقع وروح قال انا ما اقدر اوقع اذا ما اشوف الطبيب الاخصائي يقول لي انه تقدر تكمل في هذا الموسم كمدرب او لا او لك راح جزء احتاج راحه فانا ما اقدر اوقع وما التزم وياكم هذا من المعيب يعني اعطيناه كافه يعني الحريه بهذا الموضوع اكيد هو كان قراره بلغكم فذهب يعني سافر واتصال بينه وبين رئيس الهيئه الاداريه فقال له انه الدكتور قال لي راد لك راحه راد لي بعد تشيك بعد قال له اخذ بعد اسبوع اسبوعين وصلت الى مرحله 3 أسابيع أو شهر فصار التبليغ انه ما اقدر استمر الدكتور بلغني انه يحتاج جراحه بس الغريب هو راح دوره برو في قطر ودوره برو تحتاج الى جهد بدني عالي نظر وعملي اي فيعني هو طلب انه يرتاح ما اقدر يكمل قال ما اقدر اكمل وياكم بالتبليغ للرئيس الهيئه الاداريه فبلغنا باجتماع الهيئه الاداريه انه نبحثوا عن المدرب انه كابتن ايوب رفض السلام واضح السؤال ايوب رفض مهمة القوة الجوية هذا الموسم لمرض أكيد له هو ما راد يكمل لا لا لمرض أكيد لمرض أي نعم تقارير صراح لدورة برو كابتن أي ورا فترة ايش قد راح يعني الدورة التدريبية مو مثل التدريب ضغط الجمهور وضغط النفسي وتدريب صف وعصر بعدها عبر موقعكم سميتوا التعاقد مع المدرب البرازيلي فييرا أي نعم ما الذي اختلف بعدها؟ صار خلاف مع الكابتن فييرا يعني خلاف مالي بالمساعدين مالته وستاف مالته وصارت وجهه نظر غير انه كيف انه الدوري قرب بعد انتظار كابتن ايوب اكثر من شهر فصارت فتره كلش قصيره خلال 20 يوم لازم احنا يعني يبدي انطلاق الدوري فصارت الوجهه بين جوفاني فييرا للمدرب المحلي فصارت يعني الاختلاف انه فترة طولتم يلا سميتوا مدرب كابتن، معقولة إدارة بحجم القوة الجوية صارت التلكؤ بهذه المفصل؟ احنا تأخرنا يعني صح ايه؟ حقيقة انه الشهر هذا اللي انطيناه الكابتن ايوب تعرف انت الفرق تتسابق على تسميات الكادر التدريبي، فكل الفرق وقعت مدربين يعني وقعدنا حلول محدودة انه كيف تختار مدرب هم عندك 2 مدربين أو 3 فقط باقين بالساحة المحليين، هم محترفين هم كثار لكن الوجهة كانت انه كيف تجيب تستقطب مدرب محترف
الوقت 15 يوم 20 يوم عندك دوري انطلاق دوري وعندك كاس السوبر ممتاز بالزوراء. فراح انه الخيار انه المدرب المحلي هو افضل حاليا بالوقت الحاضر من المدرب المحترف. طيب انتهى الموسم الماضي بانجاز مهم دوري وكاس، المستحقات سلمت الى اللاعبين الى الجهاز الفني الى بقيه العام؟ اكيد الجهاز الفني كله استلم مستحقاته، اللاعبين واللاعبين كلهم استلموا مال عام مستحقاتهم، باقي احنا انطينا دفعه اولى للاعبين المحترفين وان شاء الله خلال ايام دفعه اولى من هذا الموسم. اي نعم. لا مو انا المعلومه اللي عندي ساقرا لك هذه، انت خذني من معلومه حقيقيه. ممتاز طبعا. اي المعلومه. تحياتنا للاعب مصطفى محمد معن يقول السلام عليكم استاذ علي، تحياتي لك مصطفى معن. بلكي تسال ضيفك العزيز على مستحقاتنا الاخيره اللي انطوا للاعبين اللي بقوا واحنا اللي طلعنا ما انطونا ونخابر عليهم ما حد يجاوب. يشطي يقول ما اريد نوصل للشكاوي بيناتنا، وطلعوا بالاعلام يقولون انطينا الى جميع اللاعبين. انطينا جميع اللاعبين الموجودين داخل النادي، بس عندنا لاعبين خرجوا من النادي هذول يراد لهم. احنا شوف هلا احكي لك، احنا ميزانيتنا محدوده، يعني احنا تجينا بالشهر كذا مبلغ، احنا ما نقدر ننطي للبرة ودفعه اولى للفريق، ما نقدر هذا ما يعتبر برا، لاعب خدمك وجابه واضح واضح واضح. يعني احنا نجزئ المبلغ نجزئ المبلغ، عندنا احنا الافضليه داخل النادي ووراها بشهر اللي بقى وراها بشهر بشهرين ننطي الباقيين يطلعوا. يعني نطيه. مستحقاتهم موجوده موجوده. السؤال ليش ما تردون على اللاعبين؟ جاوبوهم يخابروكم يا هو. لا بالعكس نجاوبهم يخابرون ما يجاوبون. يعني اللاعب شوف اللاعب حقه هو انه مبلغ مالته مالي انه يطلب النادي حقه، بس احنا كقوه جويه الوحيد النادي اخذ ترخيص، اول نادي اخذ ترخيص بالعراق، سددنا كافه حقوق اللاعبين حتى يطلب قبل 10 سنوات سددنا له، هسه يطلب قبل 8 سنوات سددنا له. زين ما دام ذكرني مصطفى اسالك عن محمد قاسم ماجد. ايه اللي راح اعاره الى نفط البصره، اعاره لو اعطيته استغناء. مو ماجد صيف خبر صيف. ايه صح مو هم اثنين نخبط بين ماجد نطلبه احنا، هو مش تقدم شكوى علينا اول احنا محمد نطلبه. قاسم تطلبوه؟ ايه احنا نطلبه، وانا مقدم شكوى عليه قبل سنتين بس ما نصفونه الاتحاد التطبيعيه. ايه ما نصفونه. شو تطلبوا؟ نطلبه تقريبا 95 مليون لو 105. اه والله العظيم، يعني هو وقع ويانا عقد اللغة الدوري، واحنا فقره بالعقد تقول اذا لغى الدوري هو مستلم دفعه اولى، هذا يلغى الدوري انه تعتبر هذه الدفعه من الموسم اللي يليه، يعني او اوتوماتيكيا هو جدد عقده. هاي مذكوره بالعقد؟ بالعقد موجوده، قدمت شكوى رسميه للاتحاد. جامله جامله والله. منو جامله بالضبط؟ التطبيعيه جامله. تطبيعيه ايهاب بنيان؟ اي نعم جامله. شنو مصلحتهم حتى يجاملوا اللاعب؟ العقد هو شنو بيننا وبين اللاعب؟ العقد شريعة المتعاقدين. منو بيننا وبين اللاعب العقد؟ شكو شيء بالعقد يطبق. اكيد علينا، يعني صار نذكر الدفعة الأولى مثلا 50 عقده 200، أنا مطي مثلا 100، قد باقي يطلعوا 100 من 200. يعني احنا ممكن هو مطي مو راح يشتكي عليه بالاتحاد. هو اشتكى اللاعب؟ زين احنا من نشتكي ليش ما تلبي حق النادي؟ اللاعب اشتكى على بس اللاعب بس اللاعب يشتكي حق اللاعب، يطلب طلبه، يطلب الشرطة، يطلب الزوراء، يطلب الجوية، بس الأندية من تقدم شكوى على لاعب حق ما يلبوا له، يلبون بس للاعب. زين حتى اكو مشاكل طبعا يصعدون لاعب قبل 10 سنوات يطلب، حتى اوليات ماكو، يعني دور عقده من ذي الشيء يقول لو تلقاه لا ما تلقاه، يصعدوا بالسيستم. شلون صعدت بالسيستم؟ انت تأكدت من النادي انه يطلب لو ما يطلب، يطلب النادي لو شنو سبب يعني خرج من النادي؟ اكو شكوى عليه؟ شنو السر برايك؟ سر روايك امور مو صحيح احكيها، مو صحيح، خليهم يتاكدون من يمها، مو صحيح. هذا سر ضغط على الانديه مو صحيح. اها والله العظيم مو صحيح. تستخدم ورقه ضغط عليكم؟ مو صحيح. الكبار يساعدونا بالسيستم مو حق، هذا هم عندهم قانون سنتين الحق اللاعب يشتكي او 3 سنوات، هم قبل 20 سنه وين كان وين كان يعني هسه اتذكر وين كان ما مشتكي قبل ما شاف هسه قام يعطون فلوس للمحامين ذولا مصريين هذه جابر هو يقدر يخابر بيهم هاكلك هالقد ورفعها بالسيستم ما ادري طالع فلوس ما ادري شنو رفعها بالسيستم وحرق الانديه كلها قبل حتى الميسي طلع من قبل يشتكي والله العظيم وينك هيك. طيب سالتك عن محمد قاسم نصيف يطلب حاله حال اللاعبين
بس محمد مر بظرف خاص ساعدناه محمد والله انطيناه دفعتين يعني هو كان مصاب كنا متواكبين وياه ممتاز ورئيس الهيئة الإدارية باتصالات معه وانطاه وسدد له وسوينا العملية وانطيناه مصرف وانطيناه يعني تواصلنا وياه يعني دفعتين وصلنا ويا اللاعبين ما قصنا بس هو باقي يطلب اعتقد مبلغ حال لاعبين اي نعم انطيتوا اعاره لو استغنى لا اعاره اي نعم فيعتبر من ضمن النادي المفروض تطلع حال الموجودين بالنادي كابتن احنا واضح انا استفسر اكو اي اكو ظروف يعني انت عندك فريق دا يلعب عندك معترفين هل ممكن هم ذول لاعبين حقهم احنا من نعطيهم بس وقت نعطيهم نكمل لاعب فريقنا ان شاء الله خلال ايام بنتجه للاعبين اللي خرجوا ممتاز منها. شاشه كوره وماذا جاء فيها اليوم نشوف جمهور موج جوي ما لا رغبه فيك حساني انا مشجع مو يعني لاعب او اداري ومثلا بعقد اذا جمهور قوة جوية ما يرغبني والله باب النادي ما ادخل لان شخص كرامه والشخص احاسيس ومشاعر هو هذا بني ادم كابتن جماهير قوة جوية ما راح تحصل من يمهم الدعم لان شلون ندعمك وهم ما رايدين احنا ما تنقهرون من تشوفون هذا المقطع؟ أكيد قهران شوف حكيت وياهم يعني جمهور نادي قوجي حد البارحة إحنا مجتمعين قاعدين نتناقشهم أني هذا الموضوع هذا يعني أنت كادر تدريبي سميتها الهيئة الإدارية مفروض من جمهور نادي القوجي يدعم هذا الكادر يعني الفريق ده يغلب إحنا خسرنا بالكأس السوبر صح والزراء إعداد 15 يوم فريق مجاهز وكنا الافضل خسرنا كره قدم بس مفروض من بعد عبرنا الزوراء واكو انتصارات يعني مفروض يدعم هذا الكادر من المسؤول المباشر عن التعاقد مع المدرب احمد خلف اكيد اللجنه الفنيه ولجنه التعاقدات منو اللجنه الفنيه اللي عندكم انا احد اللجنه الفنيه وبعد عندنا علي صغير وماجد السعدي وموفق الزهيري منو اللي رشح المدرب كل احنا رشحنا ماكو هيك اجماع والله كل احنا اللجنه الفنيه احنا اختارينا انتم اختاريتوا اي نعم احنا اختارينا زين والقرار احمد كابتن احمد يعني مدرب ممتاز واضح عندي واضح ومساعد مدرب منتخب يعني اسال شنو سر الاجماع الغريب من اداره من جماهير القوه الجويه عدم رغبتها بالمدرب مرات شوف هلا اعطيك موضوع جمهور نادي القوه الجويه لين احمد كابتن احمد خسر يا الزهراء فقط انه هم انه لو خسر يا الزهراء قال لك انا ما ارغب كابتن احمد بس تجي من باب اخر بس فاز بعدها مباريات كثيره وما رجعت الامور لوضعها من تجي من باب اخر انه كابتن ده يغلب يعني ده يغلب يعني اكو توفيق بهذا الموضوع ده يغلب يعني اجيب مدرب محنك مع احتراماتي لكل المدربين بس ما يتوفق حظ ماكو فريق ما يلعب تختلف الصورة الفريق شنو الفائدة المدرب الله موفقه ترى الفريق اليوم شفته يختلف عن طبعا حقيقة هذا أشيد بين إن الفريق اليوم لعب روحية يعني أفضل من المباراة السابقة وأفضل من قبلها شوف أكو روحية عند اللاعبين هذا منشور قريته اليوم صار قبالي قبل المباراة منزله عمار ياسر يقال بأن إدارة نادي القوة الجوية تستعين بحماية عسكرية من فوج حماية طوارئ بغداد من أجل حماية اللاعبين والكادر التدريبي قبيل مباراته اليوم مع نادي أمانة بغداد وتعطى الضوء الأخضر لآمر القوة باعتقال أي شخص يقوم بالهتاف المسيء ضد إدارة النادي والكادر التدريبي شنو المعيبي؟ صحيح؟ شنو المعيبي؟ أسألك صحيح أول شيء المعلومة؟ شنو المعيبي؟ يعني يقول لك هو يعني ديزون قوة تعتقل جمهوركم يعني لا يقول لك لي سي يعني أنا ثلاجي واحد يشتمني ليش يشتمني هي كرة قدم يعني هي رياضة نخسر نغلب نتعادل أنت ما تريد مدرب على عين راسي جمهور عاطفي وطيتك الملاحظة قلت لك لأنه الخسارة خسارة يا الزهراء جمهور يعني يقول لك بدل خسارة يا الزهراء بعد صعبة أنا تعادل مع الميناء ما توصل إنه لا فوز بالدقائق الأخيرة في معظم المباريات هاي الملاحظات أنقل لك إياها إيه هذا الدوري صعب أعطيك إياه أصعب من السابق يعني الأندية حسنت من وضعها وضعها أفضل يعني أكو فرق مثلا توصل عندك الكهرباء يعني أكو فرق ممتازة النفط نفط الجنوب فأكو فريق أكو فرق هواي يعني وضعها ممتاز شلون يعمل أحمد خلف في ظل هذه الضغوط الجماهيرية بصراحة الله يعينه الله يعينه أي والله شلون ضغط أكيد ضغط يتحمله أكيد هو
مدرب لازم يتحمل كل الضغوطات، مر بها كابتن ايوب. بس مو يتحمل ضغوطات جمهوره وجمهور المنافس، صعبه ترى. وبدا يغلب. والله ما يخسر. اي بس يغلب الشرطه. هذا التوقع تحدي للشرطه. لا سأشوف. راح يغلب الشرطه ان شاء الله. طيب منشور للرئيس رابطه جماهير القوه الجويه ضياء سمير، اذا نشوفه وياكم متابعينا. الان وصلتني رساله تهديد من طرف المدرب احمد خلف، ساسلك الطرق القانونيه. بعد هاي ماكو شيء مو صحيح اعتقد. راح تقول لي الصفحه تهكرت وانا هاي التفاصيل ما اثق بيها لو هاي صحيح. لا تهكرت صفحتي سبحان الله. هذا الهكر لعد ايش قد يكره احمد خلف، هكر ضياء ونزل هذا المنشور. اي ماكو هواي عالم مغرضه حقيقه. كابتن شوف الصفحه لم تهكر لكن تمت تسويه الامور كابتن. خلينا نكون واقعيين. امور شوف احنا لازم كثير من نتلافاها طبعا حقيقه. وهاي وحده من يمهل. لا احنا تصير مشاكل يعني بين الاخوه تصير مشاكل. مو تهديد. لا ماكو اي تهديد. اعتقد هذا الشيء هو صرح به. نزل منشور وبعدين قال الموضوع تهكر وهذا صفحتي. يعني قابل احنا نقول لا هو هذا. قعدوا بعد هذا المنشور ضياء واحمد خلف، ضياء ابو برير، التقوا لو ما التقوا؟ لا التقوا. ايه التقوا وين؟ التقوا بالنادي مرتين البارحه او البارحه. ما حاولتوا تربطون الاجواء؟ والله حاولنا البارحه والجمهور يوم شفته يشجع وهذا صح. بعض الجمهور انه يعني قلت لك نفسيا انه ما راضين بهذا الموضوع بالمدرب، لكن الجمهور اليوم كان ممتاز وجيد جدا. احنا ما نريد شخص يسيء لاحد. المعلومات اللي عندي وصحح لي اذا كنت مخطئ، اي تعثر لاحمد خلف سيكون خارج البيت الجوي. زين هذا ما اكو مدرب يغلب من كنن؟ كل الدوري يغلبه؟ اي مدرب صحح الجمله ممتاز. اي تعثر قريب لاحمد خلف سيكون خارج البيت الجوي. بس انا اقول شو ما يتعثر ما اعتقد. وان فرض المحال ليس بالمحال، وان تعثر لكل حادث حديث. ليش تهرجني؟ ما يتعثر ما يخسر. ماكو مدرب اذا هم يردون يطلع. خل اعطيك اذا هم يردون يطلع ما يخسر. اها واذا يردون يبقى يخسر. عجيب والله هاي معادله غريبه. اي والله يعني يوم صار شيء عدي. ايش صار اليوم بالمباراه؟ كشفه. كشفه. لا يعني توفيق الهي يعني اخر دقائق اي ماكو يعني توفيق الهي يعني. صار بيناتكم حديث انت واحمد خلف بمباراه اليوم من النتيجه متعادله الدقيقه 88 صار اكو حديث؟ والله صار حديث دقيقه 8 قبل الهدف. أي. بالزاويه. أي. قبل الزاويه جي قاعد يمي قال لي كابتن راحت اللعبه. قلت له لا راح نسجل. قال شلون؟ قلت له راح نسجل. الزاوية سجلنا. مو قلت لك مرات الله سبحانه وتعالى هو رجل يعني ما عنده رجل مهذب يحب عمله. ماكو مدرب كامل يعني حقيقة خلينا نحكيها يعني تجي مدرب بالعراق ماكو مدرب كامل بكل المواصفات. كلنا احنا خطائين اداريا ولا تدريبيا. شنو ملاحظاتك عن احمد خلف اداريا وتدريبيا؟ اكو اخطاء. كل مدرب عنده مثلا يعني مو كل مدرب كامل تجيبه انه جاهز وعنده اخطاء. طيب. لكن الله سبحانه وتعالى واداره النادي والجمهور دعمه طبعا الجمهور متواصل للفريق. وانا شفت الفريق اليوم اكو روحيه بالعد اللاعبين اختلفت يعني اختلفت يعني اكو روحيه ما طلع روحيه اختلفت مال اللاعبين يعني ممتاز. تحياتنا طبعا للكابتن احمد خلف. شاشه كوره ماذا جاء فيها؟ لو انت عايش بهذه الظروف اللي عايشها احمد خلف وسط رفض الجماهير والاداره ما ماسكه المدرب بطريقه قويه وداعمته، راح تقدر تعمل بهذه الظروف؟ لا اطلع. تطلع؟ اي اطلع. ليش؟ هذا من يصير اكو عدم انسجام، عدم توافق، عدم رضا، عدم ثقه بين الجمهور، عدم ثقه بين الجمهور والكادر التدريبي. يعني انا اشتغل انه ما دا حتى اشتغل ضد الفريق المنافس، يعني اشتغل حتى ضد الجمهور. تتفق مع ما قاله راضي شنيشل؟ بصراحه. ضغط كلش كبير يعني على المدرب، وهذا تصريح صحيح انه المدرب يتحمل معاناة وضغط ومدرب بده يغلب اكيد فقد قناعة المدرب يعني حقيقة. تجرد من كونك عضو هيئة ادارية، انت اليوم امامي لاعب منتخب وطني راضشني ايش يقول المدرب يعيش هاي الضغوط. اطلع شقين وانا الشق لو اتحدى وانه عنده ثقة بنفسي اقدر انه امشي، يعني انا اقنع الجمهور انه انا افضل. اني اقدر احقق شيء. لو اتحدى لو انسحب انسحب
لو انت مكان احمد خلف بهذه الظروف شو تسوي؟ اني؟ ايه؟ انا ما اتحمل تطلع؟ ايه اطلع. انا هيك قلت نجرد على عضو اداره ومشرف فريق هيثم كاظم تطلع؟ انا ما اتحمل اطلع. لو كنت مكان احمد خلف تقدم استقاله؟ انا اطلع، بس هو عنده صبر يعني وعنده قناعه. صوره وتعليق. الصوره الاولى حكيم شاكر. كابتن حكيم مدرب يعني قدم ما قدم للكره العراقيه للمنتخبات والانديه. من اللي طرحها وكاد قريبا يكون من الكوادر التدريبيه للقوه الجويه؟ اداره النادي اكيد واللجنه الفنيه طرحت بعض المدربين من ضمنهم كابتن حكيم. النقاش هو خلاف واحد لا اكثر ولا اقل، وهو احنا ما عندنا خلاف شخصيه كابتن حكيم وقيادته للفريق. فنيا ممتاز، شخص يعني كشخصية مقبولة، يعني درب منتخب وطني وأولمبي. شنو المشكلة الواحدة؟ المشكلة هي إنه بينه وبين أكوتاش، بينه وبين الجمهور أكو شرخ، فهذا إحنا كإدارة نادي نحترم يعني مثلا مشاعر الجمهور. أكو مشاكل صارت ملعب الكشافة وبعض طرحوها وهتافات، وقت تصرف هو كابتن حكيم يعني شاهد إنه يدرب الزوراء، يعني موضوع يعني احتراماً لرغبة الجمهور، يعني مشاعر، يعني مشاعر. انت شوف انا هسه يوم مدرب القوة الجوية، مدرب محترف، احترم يعني كيان الزوراء والشرطة والطلبة، يعني اكون يعني عمل مهني بالتدريب، يعني ما اروح الى مسائل انه استفز الجمهور المقابل. انت مدرب يوم كل الاندية انت ممكن انه باي لحظة تدربها، ما تخسر جمهور، يعني ما تخسر جمهور ابد. شنو اللي سواه وخلى؟ اعتقد اكو تاتش بينه وبين موضوع يعني ليمون واستقطاب يمكن عماد محسن بوقتها يعني. طيب الصورة الأخرى الكابتن حمزة. اليوم شنو اليوم؟ كابتن حمزة طبعا المدربين اليوم جمع لك اياهم كلهم. كابتن حمزه من المدربين المجتهدين حقيقه، يعني اكيد خساره يعني. كافئته، حاصل على دوري العام، دوري وكاس. موضوع المكافاه هو طبعا برمي انا عقد ما بي المكافاه عكس بعض المدربين. ما اقصد مكافاه ماليه، اقصد خروجه من الجويه بطريقه غريبه. خروجه انا يعني تحدثت اكثر من مره. كابتن حمزه كان طيب جدا و تحياتنا لابو حيدر. تحياتنا الى ابو حيدر، وذو عقليه طبعا، عقليته ممتازه جدا تدريبيا، بس انت تصريح بالاعلام توقيع اللاعبين ويعني كان تصريحه غير موفق. يعني ايش قال؟ يعني بخصوص اللاعبين، ما يريدون يوقعون فلان، ما يريدون يوقعون فلان، يطلعون فلان. انت ممكن انه تطلع بالاعلام تهاجم الاداره او تهاجم اللجنه تعاقدات اللجنة الفنية، وبعدين احنا الفريق ما متكون، يعني شنو الهجمة؟ قلت له انت المفروض ما تطلع بهذا الشيء، تلقى مدرب موجود تناقش الإدارة، تناقش اللجنة الفنية، لجنة التعاقد، شوف شنو رأيها وانت شنو رأيك، نطلع بصورة انه بناء فريق. ما ممكن تهاجم الإدارة بالإعلام انه قلت انه ما يريد يوقعون فلان، يطرحون فلان، هذا عندي يبيع دو، مو هذا مو صح، وكلهم وقعوا. طيب الصورة الأخرى كابتن سمير، اخ ابو عزيز يعني عليه، شو تريد اعلق لك؟ يعني ما اعرف تعليق يعني. انا اقول لك شنو، كابتن سمير هو يعني استلم راس النادي يمكن اعتقد 2005. لا هاي قديمه، احكي لي بالجديد. انت اخذتك هاي مو راح تجي لي من 2005 تخلص الحلقه. واعبر لك اياها، لازم اعبرها. من رئيس نادي يعني عضو هيئه اداريه او نائب الرئيس النادي. فكرة حبه بالتدريب، حبه بالتدريب هو متعلق بالتدريب. طرحتوه كلجنة فنية؟ والله طرحناه ويعرفوا طرحناه بالاجتماع الهيئة الإدارية أكثر من مرة. وتعرف أنه أنت سمعت تصريحه قال أجيب دوري وكاس إذا دربت الجوية؟ أوكي، هو رجل طموح يعني وعنده القدرة أنه سمعته؟ أي نعم سمعته. تتفق مع ما قاله؟ شوف هي ظروف يعني ظروف وتوفيق. ما تعرف أنه تجيب أحسن مدرب ما يتوفق، وتجيب مدرب بسيط بس يحبوا الفريق، يحبوا الجمهور يدعمه، تحب الاداره تدعمه، يتوفق يمشي على نيته وحب العمله، مو شرط انه هو يجيب مدرب انه يتوفق. طيب الصوره الاخرى صفاء.
صفاء لاعب ممتاز ولاعب تكتيكي. اكو هجمه صح انه مع المنتخب، انا كلاعب مريت بهالضغوطات اكثر من مره، بس هو دا يثبت انه للجمهور، والجمهور يعني عام مو فقط القوة الجوية، انه لاعب ممتاز ولاعب تكتيكي ولاعب محور، لاعب ارتكاز. احنا وقعنا لا محتباطا، وقعنا انه لاعب مهم، لاعب مؤثر بالفريق. شو نصيحتك له في هذه الظروف؟ اكيد انه ما يسمع الجمهور، يدي داخله هو يعطي عطاء اكثر، راد له ينطي عطاء اكثر بالمباريات القادمه حتى يثبت وجوده. هو ثبت وجوده طبعا، مباراة القوة الجوية اكثر من مباراة كان عنصر مهم على الفريق، وكان اداء ممتاز جدا. يستحق التواجد بالمنتخب الوطني؟ اكيد لاعب مهم مؤثر. نعم. الصورة الاخرى لؤي العاني. لؤي طبعا اتمنى له السلامة. اتمنى له السلامة، وانا طبعا بعد تواصل معاه اتصالات يعني بين يوم ويوم او هاي اتصل به. هو انصاب بمرض كورونا، مرض اللعين، وعنده مشكلة بالصاعد، التهاب التهاب راوي. وعرض نفسه، عرضناه هنا، فاحتاج لأنه أكثر من شهر، فطلب من إدارة النادي أنه يسافر للمغرب حتى يكون مع. شنو تطورات حالته الصحية؟ وضعه الصحي ممتاز، فإراد له شهرين أنه يعود للتدريبات. صحة وعافية إن شاء الله للاعب. إن شاء الله. أسئلة سريعة مع الكابتن هيثم كاظم. أفضل رئيس نادي للقوة الجوية بعد 2003؟ قائد الحالي شهاب جاهد. نعم. أفضل مهاجم بالعراق حاليا؟ أفضل مهاجم بالعراق حاليا يعني عراقي وإن كان محترف؟ هم اثنين عرفتهم، ممكن يكون على أفضل حاليا بعد دخوله مع المنتخب. على منو؟ وأيمن. لين اثنين هم لعبوا للجوي؟ لا لا لا، بس هم لا انشط ولا افضل. افضل لاعب وسط بالعراق اختصاصك حاليا؟ محمد علي عبود. ممتاز. محمد علي عبود. افضل حارس مرمى بالعراق حاليا؟ فهد. كلهم من الجويه، ما جبت لي لاعب من خارج القوه الجويه. حاليا فهد والله. من الافضل، ايوب اوديشو ام احمد خلف؟ بصراحه عكس خبره الشباب الافضل. خبره والشباب انت تدمجهن. خبرة والشباب. طيب كارتات ملونة مع الكابتن هيثم كاظم، ماذا تختار؟ كارت أصفر لو أحمر؟ كيفك، كل واحد بي قنبلة. أنا ما أحب الأحمر. أصفر ماذا جاء في الكارت الأصفر؟ لماذا رفضت المشاركة في مباراة العراق والسعودية نهائي كأس آسيا 2007؟ رفضتها طبعا، صابت مباراة فيتنام الشوط الاول، جهزني لفرناندو خلال 5 ايام في اخر مباراة مع السعودية، فقال لي الكابتن جوفان فيرا انه تجلس على المصطبة احتاجك، فطبعا كان جاهزيتي 60%. طيب فبالدقيقة اعتقد 80 او 82، فقال لي كابتن تسوح ما تلعب، فقمت تسوح ما، فشفت نفسي ما جاهز، يعني اكو معركة داخل الملعب، يعني كاس آسيا جهد فريق كامل، لازم أدي، لازم أنزل أدي، لازم أقاتل مع أكيد زملائي وأصدقائي، فشاهد يعني شفت الفريق شعلة من النار، فقلت أنا لا يعني راح أكون خلل أو نقص داخل. أنت رفضت تلعب؟ إيه أنا رفضت. الناس تتمنى تشارك ولو واقفة؟ إيه لا رفضت. هذا ما يعتبر تهرب؟ لا مو تهرب. انا اشوف موقف ثاني، اخذت كارت مع استراليا متقدمين 2-1، دخلت التحام ثاني، نبهني الحكم قال لي يعني كارت التحام ثاني اطردك، رحت الكابتن فيرا قلت له بدني، قلت له راح انطرد، يعني انا طلبت التبديل دقيقه 75. هاي في مباراه استراليا اللي فزنا بيها 3-3. اكو امور انا لاعب يعرف مصلحه الفريق، ما ادور مصلحتي يعني انه ايتم خل ابقى خل العب العالم يشوفني مثلا واني مثلا ما جاهز، افكر مصلحه المنتخب، مصلحه العراق هاي اهم شيء، اهم شيء من مصلحتي الشخصيه، وبدني مع استراليا ومع السعوديه قال لي العب، قلت له انا ما العب، لعب شوف لاعب اجهز من يمي لعب. ممتاز. كارتات ملونه ماذا تختار؟ كيف الاحمر؟ كيف يا الاحمر يعني. ماذا جاء في الكارت الاحمر؟
ها المعلومة القديمة خلينا نقول، ما سر العسل الملكي للمنتخب قبل مباراة قطر في تصفيات كأس العالم 2010؟ هذه يمكن أسوأ مباراة بحياتك إذا سألتك، لو عندك أسوأ. هي فنيا مو أسوأ، مو فنيا بس نتيجة أسوأ ما بعدها أقصد، اللي صارت أسوأ. هي الأسوأ. هذا مشكلة، هاي سولف مشكلة. هذا احنا مباراتنا من قطر فاصلة، يعني نتعادل نغلب نتأهل المجموعة الثانية كأس العالم. صار علينا مذبحة بالفندق، قصة واحد جاي، واحد جايب لنا عسل، واحد جايب لنا تبديل دم، تبديل دم، واحد جايب لنا نوم بصرة، ما أدري شنو، كل استعداد زينا واحد. نذورة. القطريين ها. نذورة. كل استعداد زينا واحد. يا أبو العسل جاب طب ونقاشات وهذا ملكي. زين أنت احنا يعني بعمر 2007 يمكن عمرنا 20 سنة. أدري الجهاز الإداري فحص العسل، الجهاز الطبي. مفروض لاعب ما ياكل نوب ملكي، الملكي يعني اذا تاكله هسه يعني تعرف انت يعني احنا شباب يعني وضعه تختلف يعني يعني فاكيد انطونا اياه كان يعني كله عسل وهذا، وصارت كثير من الامور وتبديل دم بوقتها هذا التغيير وهذا سوى عندك نحول خلال 72 ساعة اكو دخلونا بطرق. يعني اللي خسرنا المباراة هو الخطأ الإداري بهذه الإجراءات. والله يتحمل جزء منها، نعم يتحمل. فريق منتهي يعني كل اللاعبين قطر كلها لعبت قطر وقعت براسي، هيثم خسرنا ما اقول رجلك لا ضاع اصلا انشر بالفيسبوك واحد اخليه واحد معامل عندي عقار مشتريه بدي احول بالطابو، فدخلت عليه قلت له هذا بالسند، قال انا ما اسوي لك سند ما اسوي لك، ليش خليت هذا يرفعها؟ والله انت حكيت وياه صدق يعني؟ والله ما قبل هاي ورا كم سنه هيك يتذكر؟ ها؟ اي والله ما قبل، فعرضت لي وايد امور، تباع اللعبه شوف المدافعين وين كانوا ما ماخذين خصم تمركز مو صح، المهاجمين ما سجلوا، فريق تعبان يعني كلها وقعد هيثم قطع. شكرا جزيلا كابتن هيثم كاظم نورتنا، شكر موصول لكم مشاهدينا الاكارم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمه الله.